عسلامة. عسلامة لاباس. صافا؟ الحمد لله عايش. عرفنا عليك. يوسف مناعي نسكن في نعسان، تابع ولاية بن عروس. نخدم في شركة ومن طول قاعد نتعلم في صنعة. كيفاش تنجم معناها تتعلم صنعة ومن طول تخدم؟ فما وقت ولا لا؟ لا أنا ما فماش وقت، واحد عرفت شنيا فوق من قلبه وعرفت شنيا ويعمل فيهم كما نقولوا نحن بالسيف على الاخر. فيهم بالسيف. خاطر ما عندكش وقت وباش تعملهم هذوما الزوز لازم تتوفق بيناتهم، بينات الخدمه والقرايه لازم برشا وقت وبرشا فلوس وبرشا تعب وبرشا حاجات. موفق ولا لا؟ شوي شوي، ساعات نوفق وساعات ما نوفقش. شنو هي اكثر حاجه موفق فيها؟ الخدمه. يعني خاطر تغيب ولا تعمل ولا تدخل الوتر ولا حاجه وبليجي عليك معناها باش توليك مشاكل وبرشا حاجات هكا. نورمالمون انت تخدم وكل شيء ما تفكرش في انك تعمل صنعه ولا لا؟ والله خاطر الخدمه تو حدها ما عندها وين توصل تو في تونس لهنا، وخدمه في شركات اللي تو 600 الف و700 و500 الف ما عندها ما يعمل. شفت تكمل تشوف تكمل معناها بهم الشهر الشهريه ولا معناها الفلوس اللي قاعده تصب لك، شوف تكمل بهم الشهر شوف لي. ايش انت تتحكم في الشهريه بالضبط؟ باش تكفيك الاخر شهر نهار ونهار ونهار، نصرف 10 نهار 20 نهار 5000 نهار 4000 انا و... انا و... انا و... وجيب باش يخرج. عسلامه. عسلامه. صافا؟ الحمد لله. عرفنا عليك. ياسين الريحي من عسان، عمري 26 سنه. هما اصحاب دون اصحاب ان شاء الله. اصحاب ولد حوم. انت تخدم معاه في الشركه ولا لا؟ لا لا ما نخدمش في الشركه. نخدم فورنيسور انا. شنو احوال الخدمه؟ والله الخدمه كاكو برا، مش باهية ومش مش خايبه زاده بالنسبه للحال تو في البلاد، ونحمد ربي وكاو فهمني حتى لين ياتي ما يخالف ذلك. انتم شباب بالطبيعه، شباب اليوم يقول لك ماهوش لاقي حظه، في شنو بالضبط؟ والله انا ماما السؤال هذا ما تسالوهاش انت، انا ماما خاطر انت حسب ما تشوف وحسب تو الحالات اللي قاعدين نعيشوا فيها في البلاد، ماما السؤال هذا ما تسالوش جمله خاطر خلي انا نسال فيه باش نعرف انت رايك بالضبط. رايي كما قلت انت تو الشباب ماش عاجبه شيء والشباب قلبه معبي وبرشا حاجات، ما ندخلوش في التفاصيل لما تحب التفاصيل. فما شيء يعجب في البلاد ما كما نقولوا نحن تهز سياق تغرق سياق، ما كل شيء كل شيء ما تنجمش تعمل حاجه معناها تخليك انك تخمم في حاجه باهيه في البلاد ولا باش تعمل مستقبل ولا كما نقولوا نحن تعيش العيشه اللي انت تخمم فيها واللي انت تحلم بها. فهمت؟ شنو هي الصنعه اللي تتعلم فيها؟ انت عنا في الاحجام عرفت شنو هي كيفاش يقولوا فيها هو بعد تعلم الاحجام على روس اليتام. تعلم الاحجام على روس اليتام هو هذا واحد من اليتام. فرج بصلي على النبي على الاحجام هو والدنيا والديكور. عندي جمعتين معنا. عندك جمعتين؟ عندي جمعتين معنا يكذب عليك. تعطيه حجم لك ولا لا؟ نعطيه نورمال. اما ركز معاه يعني نشجع فيه. كل شيء يعني بالديتاي معاه. حتى اللي يتعلم الحجام نشجع انا عادي، صاحبي ماذا بيا يتعلم صنعه ماذا بيا. صاحبي شجعني مان. والله يعني انا من الحاله باش نحكوا فيه السجيه هذه، فما عادي كعباد صحابي مش مشجعين. مش مشجعينك؟ مش مشجعيني على الحجاب. يقولوا لك؟ مثلا نسميهم بالاسم مثلا كيما رامي بشا شكون اخر؟ وليد هيف هذوما ثلاثة هذوما مش مشجعين. كيفاش ما مش مشجعينك؟ ما يعجبوش عاجبه عندي. مازلت تتعلم انت؟ ايه نورمال كي ما تعلمش على ولد حومتي ما عادش كنتش تتعلم. على يديك مازلت ما ايه ما هو اللي عاني بيه انت شبيك عاطيني؟ لا انا نعطيك انا فهمتني تعجبني عادي فهمتني. سافوار اسالهم هما تيجاوبوك نورمالمون. انت تقرا في فورماسيون بعد ما تكمل بعد ما تكمل يعني فما تو قلت لك هكا معناها سيء انا راني كملت فهمتني ومن تو قاعد نمارس فيها معناها نقولوا نحن الصنعه ونخدم فهمت سيء معناها قريت وكملت سيء معناها كملتها معناها فورماسيون خاطر انت غلطتني عامل فورماسيون فهمتني كملتها معناها بريسك تو ومن تو قاعد نمارس فيها فهمت قاعد نمارس فيها ونخدم معناها نخدم في دومين وقاعد نتعلم في دومين اخر فهمت تخمم انك تعمل بروجي وحدك وتبطل من الخدمه اللي انت فيها ولا لا؟ والله ما نكذبش عليك هذه باش تعمل لي مشكله بعد الخدمه كيفاش نقول لك فهمت؟ والله نخمم باش نخرج بها لبرا نخمم نحب مثلا صنعه خاطر تسحقها لبرا اكثر من اللي تسحقها في تونس لهنا مثلا حجام ولا ما عرفش اي تسكي اي دومين فهمتني
كان ما عندكش معناها رسمية الباهي وما عندكش فلوس راك هنا في تونس ما تخدمش بها. في حوم شعبية بحكم انا والحومة شعبية ما تنجمش معناها انك باش تدخل منه فلوس باهي ولا باش يعيشك نهار اخر ولا باش يعمل لك مستقبل الصنعة هذه اللي باش تعلم. انا قاعد نتعلم فيها معناها باش بحكم معناها نخمم اني نخدم بها لبرا من تونس خير من في من تونس لهنا. يعني تخمم انك تخرج؟ بالطبيعة فما واحد ماهوش يخمم باش يخرج من تونس. اي طريقة؟ من تونس ولا ما تخممش؟ ليه ما تنجمش تسألني؟ ليه ما يصيرش اعطيني اي طريقة يعني؟ والله انا نخمم في الطريقة باهية وفي الطريقة معناها قانونية وكان ما مشيتش وما لقيتش معناها كيفاش معناها حل باش نخرج كي انا ولا نخمم في الطريقة غير قانونية. فهمت؟ ربي يستر من الغير قانونية. والله يا ربي يستر صحيح وان شاء الله ان شاء الله تسهل وكا. وانت مع ولا ضد؟ ضد شنو هي الثانية؟ انك تخرج برا. معاه انك تخرج من تونس. سي بلاد بقبقت كيما نقولوها فهمت؟ ونورمالمون واحد يشوف يضمن المستقبل وخويا واحد يخمم. فهمني غاديك ولا وعدك يشوف حظه وكا وخاطر مش بالرسمي كلبي سوفري لهنايا مش حيوان معناها في بلاد اخرى تلقى عايش عايشه ديجا صايره معناها في تونس قداش من مره حيوان معناها كيما مثلا فما كلب وقتها بشي فما شكون حرقوا معاه ولا علوش ولا حكايه تلقى غاديك ملي يعرضوه بالحمله ويقبلوه. نحن لهنا كلب تشوف تشوف الكلاب العربي تيجوا تو فيهم نحن بالكرتوش البلديات ويعد. بينما نحكوش نحن على انسان عبد معناها كيف كيف وهكي ولا فهمت. توا نمشيو الموضوع لاصحاب اكثر حاجه تعجبك فيه؟ انا قلت لك تعجبني فيها الضحكه نتاعو عنده ضحكه كيفاش ضحكه اخويا عالميه صح سمحها 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 وانا نسني انا تعال جاوب اي وانت يكذب برشا يعجبني انا عنده الكذب اسطوره فهمتي. صباح الخير والسلام عنده فهمتي قلت لك كذب سمعتها هذيك مش نبدل مش نقول لك ضحكته طب نقول لك اكثر حاجه تعجبني فيه كرشو شنو راي؟ شنو ليه نورمال نقبل معاه عادي خاطر هو باش نروحوا بعد انت فيهم فما مفاهمة فما مفاهمة ديما لا كيك المفاهمة ديما موجود فهمني. قداش عندكم تعرفوا بعض؟ من الصغرى من الصغرى وليد حومة يعني بالطبيعة وليد حوم لما حالة هو ولا نقل نقل ولا يسكن في في المروج ليه قبل كان يسكن في المروج بعد ولا يسكن في الحوم فهمت. اما ولد حومتنا من قبل واصحاب وعشرة فهمت. فهموا في كل شيء ولا؟ والله نتفاهم ولاد جمعية واحدة فهمت نحبوا طراجي الزوز شنو هي اخر هذيك اخويا عز حاجة فهمتني. لا لا نتفاهموا برمشوا على الطراجي ترى برمشوا على الطراجي فهمت. ما نجمش نحكي على الطراجي خاطر حاجة اكستراوردينير معينة فهمتني. ما نحب السهريات برشا فهمتني وانا كيف سهار برشا يموت على فهمتني يموت على شنو تحب انت؟ شنو تحب؟ تحب على الحلويات برشا فهمتني؟ تحب يحلي ويعد كل شيء وانا كلمت الختام شنو تحب تقول؟ والله ان شاء الله لما حالة تونس يحب لها باش تتقد فهمتني؟ خلينا نتفائلوا والله ايش نقول لك انا ماذا بين نتفائل اما اللي قاعد يشوف فيها ماهوش بتاع تفائل هذا فهمتني؟ ان شاء الله يسهلونا اخوي ان شاء الله يشوفوا لنا حل كيفاش نولوا نهجوا يعملوا لنا قنطره بيناتنا نحن وايطاليا يعملوا لنا نعرفش يسيبوا لنا الفيزا حاجات كيما هكا خلينا نجوا برجوا ليا سي كبرنا سي كبرنا سي بالرسمي واحد تو كان عز شباب وكي معناها كان سن الياس كيفاش كيما يقولوا فيها كان يوصل سن الياس كيفاش يولي تو يا معلم معناها نحن تو تشوف فينا 25 سنه 25 سنه تشوف خلي معناها واحد كان يوصل ل 30 35 سنه لا دار لا مستقبل لا حد شيء فهمت. سخفتني اقسم بالله والله اذا مش عطيه فلوس زيد ايش بيه خويا كلم خوك كلم خوك والله يا حبيبي قلب كلمة الختام عندك انت كلمة الختام يعطيكم الصحة انتم وقفتونا حكيتوا معنا وكذا وان شاء الله ديما كي تعملوا فازت كيما كي تسلوا الشباب فهمتني خاطر الحكومة ما توصلنيش بتبيعتها وان شاء الله تفايلوا خير وكا ان شاء الله فما صنف جديد.